ومن الشخصيات الهامة اللي دايما بتكون موجودة في معرض الشرق للكتاب الناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب ورئيس مجلس إدارة دار النشر المصرية اللبنانية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك ومنورنا، وسعيدة جدا أن أنا مع حضرتك النهاردة. بوجودك، وإحنا سعداء أن أنتم مشرفينا كقناة دي إم إل سي أن أنتم بتشاركوا معنا في مؤتمر الناشرين العرب السادس في الشارقة. في البداية حابة أعرف من حضرتك المشاركة المصرية السنة دي في المهرجان. هو عموما زملاء الناشرين المصريين هم بيشكلوا أكبر عدد ممكن موجود في أعضاء اتحاد الناشرين العرب، وبالتالي هم تقريبا في معظم المعارض العربية أو كل المعارض العربية بيمثلوا كحجم مشاركة أكتر من التلت، وقد يصل إلى النصف عدد المشاركين. عدد كبير، لأن طبعا احنا 100 مليون أو أكتر من 100 مليون، وطبعا التاريخ بتاعنا موجود والقوى الناعمة موجودة، ففي دور نشر كثيرة موجودة في مصر. يعني مفيش بلد في العالم العربي عدد الناشرين المسجلين في اتحاد الناشرين المصري وصل إلى 1400 ناشر، فعدد كبير. وبالتالي في أي معرض ممكن تلاقي حد أدنى 250 ناشر ل 300 ل 350، بينما معظم البلاد الثانيه اللي تليها ربما يكون ما بين 80 الى 100 ناشر. هي المشاركه مشاركه عموميه، وكل الناشرين العرب بصفه عامه وبصفه خاصه الناشر المصري بيحرص على المشاركه في معرض الشارقه، لانه الحقيقه معرض الشارقه بيتقدم كل عام عن العام اللي قبله، وفي نفس الوقت معرض احترافي بشكل كبير جدا، وبيقدم خدمات للناشرين بشكل طيب جدا. حابين نعرف كمان ابرز اللي موجود في مؤتمر الناشرين العرب السادس كشخصيات ولا كشخصيات كفعاليات؟ هو الحقيقه المؤتمر الناشرين، احنا في اتحاد الناشرين العرب اللي هو اتأسس سنة 1962 من خلال قرار اللجنة الثقافية الجامعة العربية سنة 1962. هذا الاتحاد موجود بشكل طويل، يعني أو فترة زمنية طويلة، إلا أنه في فترات معينة كان شبه مجمد، إلى أن تم إحيائه في 1995. كان لي الشرف أن أنا كنت شاركت فيه. هذا الاتحاد عدل القانون بحيث أن تبقى الدورة 3 سنوات، وفي كل دورة بيتعمل مؤتمر. سنة الدورات الأولى ما كانش بيتعمل مؤتمر للناشرين في الدورة الواحدة. احنا بنشكر حياتك جدا ونورتنا، وان شاء الله كده ربنا يوفقك، وحياتك ظهر للناشرين، ربنا يخليك، وان شاء الله باذن الله تقدر توصل. واحنا سعداء ان انتم موجودين معانا. دي حضرتك.